رجعنا معكم مشاهدينا، وهلا صار وقت نحضر شوربة الخضار. خلونا نشوف المقادير. نحن بحاجة ل 2 كوب بطاطس مقطعين مكعبات، 2 جزر أو حبتين جزر مقطعين، كوب بازيلا يعني في يكون مثلج وفي يكون طازج، بصلة مقطعة أرباع، نص كوب بقدونس مفروم، نص كوب كرافس مفروم، كوب طماطم مقطع، ملح وفلفل وكمون، وأربع أكواب مرقة فراخ. لكن طبعا كلنا بنعرف انه دائما على وجبه الافطار يكون كثير مهم يكون في عندنا طبق من الشوربه، وكل ما كانت الشوربه صحيه ومنوعه كل ما طبعا هيدا الشيء رح يفيدنا كثير. بهالمقادير اللي موجودين قدامي عندي انواع عديده من الخضار، مشان هيك دائما بقول شوربه الخضار اساسيه ومهمه كثير على وجبه الافطار. ليش؟ لاهميه الخضار خلال شهر رمضان الفضيل. شو أهمية الخضار؟ أولاً مصدر عالي من البوتاسيوم، والبوتاسيوم هو المعدن اللي بيحمي الجسم من الجفاف وبيشتغل عكس الصوديوم. مشان هيك اليوم خلينا نركز على كل الخضار اللي غنية بالبوتاسيوم، خاصة الخضار اللي لونها أخضر. عندنا الكرافس، عندنا البقدونس والبازيلا، عندهم كمية بيحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم. وما بدنا ننسى البطاطس اللي هي من أكثر الخضار اللي بتحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية. وبنفس الوقت أهمية الشوربة بوجود المي أو المرأة اللي هي تحتسب ضمن السوائل اللي نحن بدنا نكون عم ناخدها خلال فترة، يعني بين فترة الإفطار لفترة السحور عندنا تقريبا نحن بحاجة لناخد ما يعادل لترين من السوائل، مش ضروري لترين مي إنما لترين من السوائل. المي هو الأساس، يعني إذا قدرنا ناخد على القليل نص مي، لتر أو لتر ونص مي، وبيبقى عندنا نص لتر، حتى إذا أخذنا لترين ونص كمان بيكون كتير مهم كتير منيح، بيبقى عندنا نص لتر نأمنه من السوائل الثانية، والشوربة بتدخل ضمن السوائل. بس بدي كمان أرجع أذكركم تجنبوا السوائل اللي بتحتوي على الصوديوم واللي هي المشروبات الغازية، لأنه بتحتوي على الملح اللي هو الصوديوم واللي بتزيد الشعور بالعطش تاني يوم. هيدي شغلة أساسية بدنا ننتبه لها. لما أقول سوائل ما بعني كمان ما بجمل المشروبات الغازية، لأنه المشروبات الغازية كتير مضرة خلال فترة رمضان، وبالعكس بتساعد ما بتساعد على تخفيف الشعور بالعطش، بالعكس بتزيده. لكن هون أنا على النار بقرب الحلة حطيت شوية زيت زيتون، فيكم تحطوا زيت زيتون وفيكم تحطوا زيت نباتي، ورح أخد الخضار حطها تدريجيا مع الزيت قبل ما زيد الشوربة. هلأ البطاطس اللي عندي هون مسلوقة، أنا عادة بسلق البطاطس من قبل بوقت لحتى تخلص الشوربة بسرعة معنا ونقدر نقدمها آخر الحلقة، بس أنتوا عندكم بالبيت فيكن ما تسلقوا البطاطس، وأحسن ما تسلقون، تخلوا البطاطس نية وتحطوها، لأنه بطبيعة الحال رح تكون عم تنسلق بمرقة الفراخ. لكن رح أخذ الكرافس، الكرافس مقطع عندي هون مثل ما شايفين الورق والعيدين، الاثنين بنستعملهم، الاثنين مفيدين. ما لازم ناخذ الورق بس ونترك العيدين او العكس، كله لازم يكون، يعني كل قطعه الكرافس لازم نكون عم نستعملها. رح احط الكرافس مع الزيت، ورح ارجع احط البقدونس كمان المقطع، رح حركهم شوي بس حتى يبلشوا يدبلوا. رح زيد عليهم البازيلا والجزر، البازيلا كمان نوع من انواع الخضار اللي بتحتوي على البروتينات والمفيدة جدا، تحتوي كمان على مضادات للأكسدة اللي بتحمي القلب والشرايين. هلأ في كتير بيسألوني هل إذا عنا مرض السكر لازم نبتعد عن البازيلا لأنه فيها سكر كمان؟ لا، مش لازم نبتعد عن البازيلا. المأكولات أو الخضار والفواكه اللي بيحتووا على السكر وبنفس الوقت بيحتوى على الألياف الغذائية اللي موجودين بالقشرة
وموجودين هون بالبازيلا عندنا. الالياف الغذائية كتير بتساعد على انه جسمنا ما يمتص السكر بشكل سريع، فبهيدي الطريقة نحن بنكون عم نحمي جسمنا من ارتفاع السكر، وفينا نكون عم نتناول البازيلا لو عندنا مرض السكر. وهون عندنا البازيلا مخلوطة مع انواع عديدة من الخضار، يعني حتى الجزر لو عندنا مرض السكر فينا نكون عم نتناوله، ما فيه مشكلة ابدا. الخضار كلها حطيتها وعم قلبها مع بعضها، كل ما كترنا من انواع الخضار كل ما استفدنا وكل ما كان طعم الشوربه طيب. بضل عندي البطاطس وعندنا البصل اللي هو مقطع قطع كبيره، بس لحتى يعطينا نكهه، يعني وجود البصل لحتى يعطي نكهه للشوربه حلوه كثير. من بعد ما نقلبهم كلهم مع بعضهم رح احط كمون، رح احط معلقه فلفل، فلفل اسود، وعندنا الملح طبعا، معلقه صغيره من الملح. طبعا في خضار عديده، انواع خضار عديده ممكن نعمل فيها شوربه الخضار. انا حبيت اختار خضار متنوعه وتحتوي على فوائد مختلفه، يعني عندنا الطماطم، عندنا الجزر، عندنا البازيلا، وكل ما نوعنا بألوان الخضار كل ما نوعنا بالفوائد. يعني الجزر اللي هو غني بالفيتامين ألف، خضار اللي لونه أخضر غنية بالبوتاسيوم، البطاطس هي من الخضار النشوية يعني اللي بتحتوي على النشويات، ألياف غذائية وبوتاسيوم كمان كتير، طماطم اللي كمان فينا نكون عم نتناولها عادي وما لازم نبتعد عنها، لأنه بشهر رمضان الفضيل منخاف أوقات من الطماطم لأنه منقول أنه بتحتوي على الملح وبتزيد الأملاح. هيدا الموضوع مش مظبوط، فيكن تكونوا عم تتناولوا الطماطم حتى بشهر رمضان الفضيل، لأنه الطماطم ما بتحتوي على نسبة عالية من الملح مثل ما كتار بيفتكروا، وما بتسبب أملاح صحية كتير، وتحتوي على مواد اللي اسمها الليكوبان، وهيدي المواد هي مواد مضادة للأكسدة صحية كتير، وبتحمي من أمراض عديدة خاصة أمراض السرطان. هلأ الشوربة على النار طبعا بدها شوية وقت لحتى تستوي وتجهد. دايما حاولوا تكونوا عم بتنوعوا بالشوربات، وخلوهم دايما يكونوا موجودين على سفرتكم. صحيح نحن بالحر، صحيح نحن الجو حار، انما باي شهر اجى في رمضان، باي فتره من السنه، وجود الشوربه اساسي لترطيب الجسم. وعندنا هون شوربه الخضار الصحيه كتير، طعمها كتير طيب، واللي رح تكون عم بتساعدكم لحتى تكونوا عم بتجمعوا هالسوائل اللي لازم تكونوا عم بتجمعوها خلال بين فترة الإفطار والسحور. نحن نكون عم نجمع السوائل، جربوا قد ما فيكم، احسبوا وتأكدوا إنكم تناولتوا 2 لتر من السوائل يومياً. هالسوائل فيها تكون شوربة، طبعا أساس المي، بس فيها كمان تكون شوربة، فيها تكون عصاير، بس انتبهوا على العصاير المعلبة لأنه كمان بتحتوي على المواد الحافظة واللي بتزيد من العطش. خلوا العصاير تكون عصاير طبيعية أحسن بكتير.